بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جاء الاحتفال بمرض السكر هذه السنة في ظروف استثنائية بسبب وباء الكورونا كوفيد-19، وبسبب حظر التجمعات وتعزيز تدابير الاحترازية والوقائية، قررت اللجنة العلمية للجمعية بتنظيم ندوة وبالاشتراك مع المركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية بوهران يوم علميا افتراضيا يشارك فيه نخبة من المختصين من الأساتذة الاستشفائيين والباحثين في علم النفس لعرض معارفهم وتجاربهم الميدانية عن مرض السكر في ظل انتشار وباء الكوفيد-19. ويشمل البرنامج اليوم الافتراضي على المواضيع ذات أهمية وتركز على الممارسات العلاجية لمرض السكر ومضاعفاته عند الأطفال حديثي الولادة والأطفال وكذلك الكبار. أشكر باسمي وباسم جمعية الصحة والعمل والبيئة لعين تيموشنت مدير مركز الكراسك الأستاذ الجلالي المستاري لاحتضانه هذا اليوم الافتراضي العالمي لمرض السكري، وشكراً.